بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. الهندسة الكهربائية هو تخصص يجسد المعنى الحقيقي لاحترام العقل البشري من خلال دراسة العلوم الكهربائية والإلكترونية والمجالات الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها. يتكون تخصص الهندسة الكهربائية من 160 ساعة موزعة ما بين كلية الهندسة، كلية العلوم والآداب، كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات. كما يعد تخصص الهندسة الكهربائية من أكثر التخصصات شمولية من حيث عدد الأفرع، كما هناك كثير من المعلومات سنذكرها في هذا الفيديو، فكونوا معنا، نحن لجنة الهندسة الكهربائية. فروع الهندسة الكهربائية: هندسة القوى الكهربائية، هندسة الاتصالات، هندسة الإلكترونيات، هندسة الحاسوب، الهندسة الطبية الحيوية، الطاقة المتجددة المستدامة، بالإضافة إلى ميكاترونكس التي تجمع عدة هندسات: الكهربائية، الميكانيكية، الإلكترونيات والحاسوب. أما في جامعتنا، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، فتنقسم الهندسة الكهربائية إلى فرعين: هندسة القوى الكهربائية وهندسة الاتصالات، بالإضافة إلى هندسة الحاسوب والهندسة الطبية الحيوية كتخصصات منفصلة. طبعاً الهندسة الكهربائية تعتبر من أهم التخصصات في العصر الحالي لاعتماد التطورات التقنية عليها، وبالنسبة لطالب الكهرباء لازم يكون عنده مهارة بالرياضيات ويكون بشكل جيد بالفيزياء، لأنها تعتمد على مهارة التحليل الرياضي والهندسي والنظريات الفيزيائية. وبالنسبة للهندسة الكهربائية كتخصص مش سهل، وبنفس الوقت مش صعب لدرجة المستحيل كما بصوروه بعض الطلاب، لكن بالمقابل لازم يكون عندك جهد بالدراسة يمكن أكثر من أي تخصص ثاني، لأنها تعتمد على الفهم والإبداع بشكل ضخم. مجالات عمل الهندسة الكهربائية: بداية في المشاريع الهندسية كمهندس مشروع، مهندس صيانة، مهندس تشغيل، مهندس لوجستي، ومهندس سلامة عام. في شركات الكهرباء المحلية كمهندس توليد ونقل وتوزيع طاقة كهربائية. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المشهورة باسم جامعة التكنو تم تأسيسها عام 1986 في محافظة إربد شمال المملكة. حازت الجامعة على اعتمادي الأيبت للتخصصات الهندسية واعتماد الآيزو لضبط الجودة. تم تصنيف الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم على حسب تقييم التايمز، وضمن أفضل 3 جامعات على مستوى الوطن العربي والجامعة الأولى على مستوى الأردن. لجنة الهندسة الكهربائية، فكرة تحيا على نبض قلوبكم. أما في جامعتنا جامعة أنا قلت عصة بس. حازت الجامعة على اعتمادي الـ ABET خلاص يا إخوان، خلاص وصلت. معنى الحقيقي لكلمة احترام يا باجي. يا زلمة انصرف يا زلمة، خلصنا يا زلمة، خلينا نخلص الليلة، انقلع انت الثاني معه. لوجستي ومهندس سلامة عام. طلع